الأرض المسطحة هو نموذج قديم لتصور الأرض على شكل قرص أو سطح مستوي، كانت تعتقد به الكثير من الحضارات القديمة، على الرغم أن معظم الفلاسفة قبل سقراط تبنوا النموذج المسطح للأرض، لكن سقراط تقبل فكرة الأرض الكروية على أسس تجريبية حوالي العام 330 قبل الميلاد، وبدأت هذه الفكرة تنتشر منذ ذلك التاريخ. على الرغم أن كروية الأرض تعد حسب المجتمع العلمي على أنها حقيقة علمية مثبتة، إلا أن هناك أشخاص يعتقدون أن كل ذلك مؤامرة كبرى. وهناك جمعية أنشأها الإنجليزي سامويل شينتون عام 1965 تروج لفكرة الأرض المسطحة. يقدم أصحاب نظرية الأرض المسطحة العديد من التساؤلات والأدلة على ادعائهم. سنتناول أكثر من 50 دليل منها في هذا المقطع. One truth we thought was indisputable. And the earth is... Flat. Flat. The earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. خط الأفق دائما مستقيم ومسطح تماما، باستثناء الصور من وكالة ناسا والوكالات الحكومية الأخرى، والتي من الواضح أنه قد تم معالجتها ببرامج مونتاج كجزء من مؤامرة عالمية كبرى. لا ينظر الشخص إلى الأسفل لرؤية خط الأفق بغض النظر على مدى الارتفاع الذي حققه، ولو كانت الأرض كروية كان يجب عليه النظر إلى الأسفل من الارتفاعات العالية لمشاهدة خط الأفق. لو كانت الأرض كروية وتدور بسرعة عالية في الفضاء، فإنه من المستحيل أن تبقى المياه في البحار والمحيطات ساكنة، بدلا من ذلك يجب عليها أن تكون في حركة مستمرة، ولكننا نشاهد العكس. إذا كانت الأرض حقا كروية، كان يجب على الأنهار أن تتدفق صعودا مثل المسيسيبي، ولكي يصل إلى مستقره في البحر كان يجب عليه أن يتعدى جبل بارتفاع 17 كيلومتر لمسافة 5000 كيلومتر تقريبا. إذا كانت الأرض كروية وتدور بسرعة معينة، يمكن للمروحيات الارتفاع عن سطح الأرض والبقاء في المكان ذاته حتى تصل إلى المكان المطلوب. يبلغ طول السكك الحديدية من لندن إلى ليفربول 290 كيلومتر تقريبا. لو كانت الأرض كروية كان يجب على السكة الحديدية الارتفاع بمقدار 1645 متر فوق مدينة برمنغهام، ولكننا نلاحظ أنها مستقيمة تماما. لو كان هناك مليارات من النجوم في السماء ليلا لكانت السماء مليئة بالضوء، وهو على عكس المتعارف عليه أن الفضاء معتم. إذا كانت الأرض تدور باستمرار، فإن الطائرات لن تكون قادرة على الوصول إلى وجهتها بسبب الرياح المعاكسة بسرعة 805 كيلومتر في الساعة. أقصى مسافة لرؤية الأجسام في النموذج الكروي لا يتخطى 5 كيلومتر أو 3 أميال، وهذا لا يحدث إطلاقا، فهو مجرد كلام على ورق. عندما ننظر إلى تجربة سامويل بيرلي ورؤية مدينة شيكاغو من مدينة من المفترض أن تكون خلف الانحناء، قناة السويس والتي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر طولها 100 ميل دون أي عائق، مما يجعل المياه مسارا غير منقطعا بين البحرين. حين شيدت لم يؤخذ انحناء الأرض المفترض بعين الاعتبار، وقد حفرت على طول خط مرجع أفقي 26 قدم تحت مستوى سطح البحر، يمر من خلال عدة بحيرات من بحر إلى آخر. الخط المرجع وسطح الماء متوازيان تماما على مدى 100 ميل. إذا كانت الأرض كرة محيطها 25 ألف ميل كما تزعم وكالة ناسا وعلم الفلك الحديث، فإن علم المثلثات الكروية ينص على أن سطح المياه يجب أن ينحني للأسفل بمقدار قدره 8 بوصات لكل ميل مضروبا بمربع المسافة. هذا يعني أن قناة طولها 6 أميال تحتوي على مياه ساكنة
سوف ينحدر طرفها عن وسطها بستة أقدام. ومع ذلك في كل مرة أجريت مثل هذه التجارب المياه الساكنة أثبتت أنها مستوية تماما. المهندس وينكلر في مطبوعة Earth Review فيما يتعلق بانحناء الأرض المزعوم قال: أنا كمهندس منذ سنوات عديدة رأيت أن هذا القانون السخيف يوجد في الكتب المدرسية، لا يوجد مهندس اليوم يحلم بتطبيقه. أنا هندست العديد من الأميال من السكك الحديدية وغيرها الكثير من القنوات ولم أفكر به فضلا عن استخدامه. هذا القانون هو 8 بوصات للميل الأول من القناة وتزداد في مربع المسافة بالأميال، بالتالي فإن قناة الملاحة الصغيرة للقوارب طولها 30 ميل سوف تكون بحكم القانون أعلاه منحنية بمقدار 600 قدم. فكر في ذلك ثم أشكر المهندسين لعدم كونهم مغفلين. هذا القانون لا يكترث به، نحن لا نضيع وقتنا بالتفكير بإضافة 600 قدم لكل 30 ميل من سكة حديدية أو قناة أكثر من تضيع وقتنا في محاولة لتربيع دائرة. لو كانت الأرض حقاً كرة محيطها 25,000 ميل، لكان الطيارين يحتاجون باستمرار لتصحيح ارتفاع طائراتهم للأسفل لكي لا يطيروا في الفضاء الخارجي. إن طياراً يريد الحفاظ على ارتفاع طائرته التي تطير بسرعة 500 ميل في الساعة، يتوجب عليه الانخفاض بها للأسفل بمقدار 2.7 قدم كل دقيقة، وإلا ستكون الطائرة بعد مرور ساعة على ارتفاع 31 ميل ونصف أعلى من المتوقع. في القرن 19 تم القيام بتجربة فرنسية بوضع مصباح قوي على قمة جبل ديزيرتو لاس بالماس في إسبانيا، وكان بالإمكان رؤيته في كامبري في جزيرة إيفيزا. ارتفاع القمتين متساوي والمسافة بينهما 100 ميل. لو كانت الأرض حقا كرة محيطها 25,000 ميل، سيكون النور على ارتفاع 6,600 قدم، أي ميل وربع تحت خط الرؤية. إشكال أولير ينص على أنه لو كان هناك مليارات النجوم والتي هي بدورها شموس لكانت السماء مضيئة تماما، وكما قال إدغار ألامبو: إذا كان تعاقب النجوم لا ينتهي إذن لكان الضياء متواصلا، لأنه لن يكون هناك أي نقطة في السماء بدون نجم. تابخو براهي اشتهر في زمانه بمعارضته لنظرية دوران الأرض حول الشمس، مفترضا بأنه لو كانت الأرض تدور حول الشمس فإن التغيير في المواقع المدارية للنجوم كل 6 أشهر لا يمكن عدم ملاحظته، وقد جادل بأن النجوم يجب أن تظهر وكأنها تفترق حين نقترب منها وكأنها تقترب من بعضها حين نبتعد. ولكن في الحقيقة بعد 190 مليون ميل من الحركة المدارية المزعومة حول الشمس فإنه لا يمكن ملاحظة أي تغيير في المنظر ولو كان بمقدار بوصة واحدة، ليثبت بذلك بأننا لم نتحرك إطلاقا. لو كانت الأرض فعلا تدور باتجاه الشرق بسرعة 1,000 ميل في الساعة فإن القنابل الصاروخية التي تنطلق باتجاه رأسي ستسقط باتجاه بعيد غربا، ولكن في الحقيقة كل مرة تتم هذه التجربة فإن المقذوفات التي تطلق رأسيا تأخذ وقتا مقداره 14 ثانية طلوعا ومثلها نزولا لتسقط ليس أكثر من قدمين بعيدا عن المدفع، وفي معظم الأحيان تسقط مباشرة في فوهة المدفع. المؤمنين بكروية الأرض يزعمون بأن الجاذبية تقوم بشكل سحري بجر الطبقة السفلية من الغلاف الجوي مع حركة الأرض بطريقة متناغمة وصولا لارتفاع غير معلوم، حيث تكون طبقة الغلاف الجوي تلامس الفضاء والذي بحد ذاته لا يدور ولا يوجد به تأثير للجاذبية ولا غلاف جوي. ولكن هذه النظرية الغير منطقية تم دحضها بسهولة بملاحظة المطر والألعاب النارية والطيور والحشرات والغيوم والدخان والطائرات والمقذوفات والتي جميعها سوف تتحرك بطريقة مختلفة لو كانت الأرض وغلافها الجوي يدوران نحو الشرق بسرعة 1,000 ميل في الساعة باستمرار. لو كانت الأرض وغلافها الجوي يدوران نحو الشرق بسرعة 1,000 ميل في الساعة باستمرار فإن الطائرات المدنية التي سرعتها 500 ميل في الساعة المتجهة شرقا سوف يستحيل أن تصل لوجهتها وستهبط مسرعة للوراء. أما الطائرات ذاتها لو اتجهت غربا سوف تصل لوجهتها 3 مرات أسرع من المخطط له، ولكن في الحقيقة فإن هذا لا يحدث.
اقتباسا من كتاب زيتيتك كوزموجيني للمؤلف توماس، قال فيه: فليتخيل العقل أي قوة تلك التي ستنتج عن حركة جسم كروي قطره 8000 ميل يدور حول نفسه 1000 ميل في الساعة ويسرع في الفضاء بسرعة 65000 ميل في الساعة، وليحاول افتراض كيف يستطيع سكان هذا الجسم الاحتفاظ بشعرهم. إذا كانت الأرض كرة تدور حول نفسها بسرعة مذهلة وقدرها 1000 ميل في الساعة، فإن هذه الكتلة الهائلة سينتج عن حركتها رياح هوجاء. الرياح سيكون جريانها باتجاه معين، وجميع الأشياء التي في وجهها ستتجه معها مثل الغيوم. إذا كان للجاذبية الفضل في كونها سبب الحفاظ على المحيطات والمباني والبشر ملتصق بسطح كرة تسرع وتدور، فلا يمكن لها في نفس الوقت أن تكون ضعيفة لدرجة أن تسمح للطائرات والطيور والحشرات أن تقلع وتتنقل بحرية ودون أي عائق في أي اتجاه. إذا كانت للجاذبية من القوة بحيث تستطيع ثني الامتداد الشاسع للمحيطات حول الأرض، لكان من المستحيل للسمك والكائنات البحرية الأخرى أن تسبح في مياه ملتصقة بهذه الشدة. إن قادة السفن لما يبحرون في مسافات شاسعة في البحر لا يحتاجون لإضافة الانحناء المفترض للأرض في حساباتهم. إن طريقتا الملاحة المعتمدتان هي الملاحة على الأسطح والملاحة على الدائرة العظمى، تعتمدان على حساب المثلثات وليس على علم المثلثات الكروية، ويتم حساب بافتراض أرض مسطحة تماما. لو كانت الأرض كرة لتسبب هذا الفعل بأخطاء فادحة. الملاحة على الأسطح نجحت في النظرية والتطبيق لآلاف السنين، وحساب المثلثات أثبت مرارا وتكرارا أنه أدق من علم المثلثات الكروية في حساب المسافات في المحيطات. لو كانت الأرض حقا كرة لكان كل خط عرض جنوب خط الاستواء يصغر محيطه تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا، ولكن لو كانت الأرض مسطحة لكان كل خط عرض جنوب خط الاستواء يكبر محيطه تدريجيا كلما اتجهنا للجنوب. معظم قادة السفن المتجهين جنوبا والذين افترضوا أن الأرض كروية وجدوا أنفسهم قد أخطأوا في حساب المسافة كلما اتجهوا أكثر للجنوب. هذه الحقيقة تثبت أن الأرض ليست كروية. تشارلز ويلكيس قاد حملة استكشافية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستكشاف القارة المتجمدة الجنوبية بين العامين 1838 و 1842، وفي مذكراته ذكر بأنهم كانوا دائما يجدون أنفسهم إلى الشرق من المكان الذي يجب أن يكونوا فيه، وفي بعض الأحيان أكثر من 20 ميلا في أقل من 18 ساعة، من كيب هورن في تشيلي إلى ميناء فيليب في ميلبورن أستراليا. المسافة هي 10500 ميل أو 143 درجة من خط طول بإضافة المتبقي من 360 درجة، فإن المسافة الإجمالية ستكون 26.430 ميل عبر خط العرض هذا، وهي 1500 ميل أعرض من المسافة المزعومة عند خط الاستواء، وأكثر من ذلك بآلاف الأميال عند خطوط العرض الجنوبية تلك. في نموذج الأرض الكروية فإن القارة القطبية الجنوبية لأنتاركتيكا هي جليدية تماما، تغطي الجزء السفلي من الكرة من 78 درجة جنوبا لخط العرض 90، وبالتالي فمحيطها ليس أكثر من 12000 ميل. على الرغم من ذلك العديد من المستكشفين الأوائل ومن ضمنهم الكابتن كوك وجيمز كلارك في محاولة للدوران حول القطب الجنوبي استغرقوا من 3 إلى 4 سنوات وقطعوا مسافة 50000 إلى 60000 ميل حولها، وهذا يتعارض تماما مع نموذج الأرض الكروية. لو كانت الأرض كرة فإن هناك عدة رحلات جوية في نصف الكرة الجنوبية ستكون أسرع وطريقها أكثر استقامة لو كانت فوق قارة القطبية الجنوبية، مثل سانتياغو تشيلسي إلى سيدني أستراليا، بدلا من اتخاذ أقصر الطرق في خط مستقيم فوق القارة القطبية الجنوبية. جميع هذه الرحلات تحاول الالتفاف عبر كل أنواع الاتجاهات بعيدا عن القارة القطبية الجنوبية،
مدعية أن درجات الحرارة باردة جدا للسفر بالطائرة، وبالنظر إلى حقيقة أن هناك الكثير من الرحلات الجوية إلى ومن وفوق القارة القطبية الجنوبية، وادعاءات وكالة ناسا بأن لديها تقنيات تحتفظ بالطائرات في أحوال جوية أكثر برودة بكثير أو أكثر سخونة من أي حرارة على سطح الأرض، فإن مثل هذه الأعذار هي مجرد ذريعة، وهذه الرحلات لا تتم لأنها أساسا مستحيلة. لو كانت الأرض كرة وكان الطيران على القطب الجنوبي غير ممكن بسبب البرودة، فإن الطريقة الوحيدة المنطقية للطيران من سيدني إلى سانتياغو ستكون بخط مستقيم فوق المحيط الهادي مع البقاء في نصف الكرة الجنوبي على طول المسافة. يمكن التزود بالوقود في نيوزيلندا أو غيرها من النقاط في نصف الكرة الجنوبي أثناء الرحلة عند الضرورة القصوى، ولكن في الواقع فإن رحلة سانتياغو سيدني الجوية تتجه إلى الشمال في توقفات في مطار لوس أنجلوس وغيرها من المطارات الأمريكية الشمالية قبل استئنافها للرحلة جنوبا. هذه الطرق الالتفافية الضالة تبعث على السخرية ولا معنى لها على كرة أرضية، ولكنها منطقية تماما وتشكل خطوطا مستقيمة تقريبا عندما تظهر على خريطة الأرض المسطحة. في رحلة جوية من جون هانسبرغ جنوب أفريقيا إلى ساو باولو البرازيل، ينبغي أن تكون مباشرة فوق خط العرض 25 الجنوبي، ولكن بدل من ذلك تقريبا كل رحلة يتم فيها إعادة التزود بالوقود في لندن أولا على خط العرض 50 شمالا. السبب الوحيد لتوقف سخيف مثل هذا هو لأن الأرض في الحقيقة مسطحة. لو كانت الأرض كرة تدور وتسخن بواسطة شمس تبعد 93 مليون ميل، سيكون من المستحيل في وقت واحد صيف شديد الحر في أفريقيا، بينما فقط على بعد بضعة آلاف من الأميال يكون شتاء متجمد تقشعر له الأبدان في الدائرتان المتجمدتين الشمالية والجنوبية، واللتان تتعرضان للقليل من الحرارة من الشمس أو لا حرارة على الإطلاق. إذا انتقلت الحرارة من الشمس مسافة 93 مليون ميل إلى الصحراء الكبرى، يكون من السخف اعتقاد أن مجرد 4000 ميل أخرى في الدائرة المتجمدة الجنوبية تلغي تماما هذه الحرارة الشديدة منتجة هذا الاختلاف الجذري في درجات الحرارة. لو كانت الأرض حقا كروية لكان القطبان الشمالي والجنوبي والأقاليم والمناطق المماثلة لهما بخط العرض يجب أن تكون بظروف وخصائص متماثلة مثل درجات الحرارة، التغيرات الموسمية، طول النهار، الحياة النباتية والحيوانية. ومع ذلك في الواقع فإن القطب الجنوبي والشمالي والأقاليم والمناطق التي تقع معها على نفس خط العرض شمال جنوب خط الاستواء تختلف إلى حد كبير في نواحي كثيرة، وتعارض تماما مع نموذج الكرة الأرضية وتتفق تماما مع النموذج المسطح للأرض. أنتاركتيكا هي أبرد مكان على وجه الأرض بمتوسط درجة حرارة سنوية يبلغ 27 فهرنهايت أي سالب 2.7 سيليزي، وبرقم قياسي منخفض بلغ 135.8 تحت الصفر أي ناقص 93 سيليزي، ولكن المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في القطب الجنوبي هو 4 درجات أي ناقص 15 سيليزي على مدار السنة. درجات الحرارة في أنتاركتيكا تتفاوت أقل من نصف المقدار مقارنة بخطوط العرض القطبية الشمالية. تتمتع المنطقة القطبية الشمالية بطقس معتدل صيفا وفي شتاء بطقس يمكن تحمله، في حين أن أنتاركتيكا أبدا لا تدفأ بما يكفي لإذابة الثلوج والجليد الدائم. على كرة أرضية مائلة تتذبذب وتدور حول الشمس بانتظام، درجات الحرارة والمواسم في الدائرتين المتجمدتين لا ينبغي أن تختلف اختلافا كبيرا جدا. في أماكن متقابلة في الشمال والجنوب خواص الشمس تكون بطريقة مختلفة جدا على نموذج كرة أرضية، ولكن بالضبط كما ينبغي على أرض مسطحة. مثلا أطول يوم صيفي في شمال خط الاستواء أطول بكثير من مثيله في جنوب خط الاستواء، وأقصر أيام الشتاء شمالا هي أقصر بكثير من مثيله جنوب خط الاستواء، وهذا لا يمكن تفسيره على أرض كروية تدور وتتذبذب بانتظام، ولكن يناسب تماما النموذج المسطح حيث تنتقل الشمس في دوائر حول الأرض من مدار إلى مدار.
في خطوط العرض المتقابلة في الشمال والجنوب، الفجر والغسق يحدثان بشكل مختلف جدا مما لو كان على كرة تدور، ولكن كما ينبغي تماما على أرض مسطحة. في الشمال الفجر والغسق يأتيان ببطء ويستمران لفترة أطول بكثير من الجنوب، حيث يأتيان ويذهبان بسرعة كبيرة. في بعض الأماكن في الشمال فإن الشفق يمكن أن يستمر لأكثر من ساعة، بينما في خطوط العرض الجنوبية المماثلة فإنه في غضون دقائق قليلة سيختفي ضوء الشمس تماما. هذا لا يمكن تفسيره على كرة أرضية تدور وتتذبذب بانتظام، ولكن متوقع تماما على أرض مسطحة، حيث أن الشمس تتحرك بشكل أسرع وبدوائر أوسع في الجنوب. الجهات الرسمية تدعي أن شمس منتصف الليل يمكن مشاهدتها في أنتاركتيكا، لكنها ليس لديها أي ملفات فيديو غير مقطعة تظهر هذا، كما أنها لا تسمح للمستكشفين المستقلين للسفر إلى القارة الجنوبية خلال الانقلاب الشتوي للتحقق من أو دحض هذه الادعاءات. على العكس من ذلك، هناك العشرات من أشرطة الفيديو غير المقطعة والمتاحة للجمهور تظهر شمس منتصف الليل في القطب الشمالي، وقد تم التحقق من ذلك بلا أي مجال للشك. الجمعية الملكية البلجيكية الجغرافية سجلت أنه خلال معظم الجزء الشديد البرودة من فصل الشتاء في أنتاركتيكا من خط العرض 71 درجة جنوبا وأسفل، فإن الشمس تغرب في 17 مايو ولا ترى بالأعلى في الأفق مرة أخرى حتى 21 يوليو، وهذا على النقيض تماما مع نظرية الكرة الأرضية، ولكنه يفسر بسهولة في نموذج الأرض المسطحة. شمس منتصف الليل تشاهد من ارتفاعات عالية في خطوط العرض الشمالية القصوى خلال فصل الصيف في القطب الشمالي، بسبب أن الشمس في دورتها الصغرى تدور في دائرة ضيقة لدرجة أنه حول مركز القطب الشمالي تبقى مرئية فوق الأفق لشخص في مثل نقطة المراقبة هذه. وبالمثل في خطوط العرض الجنوبية القصوى، لما يحين فصل الصيف في القطب الشمالي فإن الشمس تختفي تماما لأكثر من شهرين، لأن هناك في مدار الشمالي في أضيق دائرة من رحلتها، فإن الشمس تدور حول القطب الشمالي في دوائر ضيقة جدا بحيث لا ترى في الدائرة الجنوبية. اقتباسا من جابرييل هينريتس، نظرية دوران الأرض يمكن بالتأكيد التخلص منها مرة واحدة وإلى الأبد وإظهار استحالتها بالإشارة إلى الخطأ التالي. لقد قيل بأن الدوران يستغرق 24 ساعة بسرعة ثابتة، والذي بسببه يجب بالضرورة أن يكون طول الليل والنهار متماثلان ب 12 ساعة لكليهما طوال السنة. يجب أن تشرق الشمس وتغرب في نفس الوقت كل يوم، وينتج عن ذلك اعتدال من 1 يناير إلى 31 ديسمبر. يجب أن يتوقف الفرد ويتأمل في ذلك قبل أن يقول بأن هناك حركة دائرية للأرض. كيف يمكن لنموذج تحكمه الجاذبية أن ينتج عنه التغيرات الموسمية في اختلاف طول الليل والنهار إذا كانت الأرض تدور بسرعة ثابتة خلال 24 ساعة؟ يمكن لأي شخص أن يثبت أن أفق البحر مستوي تماما وكل الأرض مسطحة تماما بمجرد استخدام ميزان ماء وحوامل ولوح خشبي على أي ارتفاع فوق سطح البحر. فقط ثبت لوحا طوله 6 إلى 12 قدم بحيث يكون طرفاه على الحوامل ويكون أملس ومسطح تماما، ولاحظ خط الأفق بمستوى النظر من خلف اللوح. إن الأفق البعيد سوف يتوازى تماما مع الحافة العلوية للوح، وعلاوة على ذلك إذا تحركت في نصف دائرة من طرف لآخر وأثناء ذلك لاحظت الأفق فوق حافة اللوح العليا، سوف ترى 10 إلى 20 ميل واضحة ومستوية تماما. إن هذا مستحيل لو كانت الأرض كروية محيطها 25 ألف ميل. الأفق سوف يتوازى مع منتصف اللوح، ولكنه سينخفض تدريجيا وبوضوح نحو الأطراف. مجرد 10 أميال في كل طرف ستلزم أن يظهر انحناء واضح مقداره 66 قدم في كل طرف. لو كانت الأرض فعلا كروية ومحيطها 25 ألف ميل، فإن الأفق سوف يكون منحنيا بشكل ملحوظ حتى على مستوى سطح البحر،
وكل شيء على الأفق أو يقترب منه يبدو أنه يميل إلى الوراء قليلا من نقطة رؤيتك. المباني البعيدة على طول الأفق كلها ستكون تبدو وكأنها أبراج بيزا مائلة تميل بعيدا عن المراقب. مناطيد الهواء الساخنة حيث تقلع ثم تبتعد بشكل متزايد بعيدا عنك. على كرة أرضية ستطير وتبدو أنها ببطء واستمرار تنحني إلى الوراء أكثر وأكثر كلما ابتعدت، وسيظهر الجزء السفلي من السلة تدريجيا فيما يختفي أعلى البالون عن الأنظار. ومع ذلك ففي الواقع فإن المباني والبالونات والأشجار والناس وكل شيء بارتفاع عن الأرض أو الأفق سيبقى في وضعه بغض النظر عن المسافة أو ارتفاع المراقب. في مطبوعة تشامبرز جورنال في عدد فبراير 1895 ذكر بحار أنه شاهد سفينة على بعد 200 ميل. هذا الحادث تسبب بنقاش حاد في أواسط البحار. تعزز هذا الزعم بعد تأكيد شاهد عيان آخر في عدن في اليمن أنه شاهد باخرة بومباي على بعد 200 ميل، وقد ذكر معلومات صحيحة تتعلق بشكلها وموقعها واتجاهها والذي تم التحقق من صحته فيما بعد من أولئك الذين كانوا على متنها. هذه المشاهدات غير قابلة للتفسير إطلاقا على الأرض الكروية، لأن السفن على بعد 200 ميل يجب أن تنزل تحت خط الرؤية بمسافة 5 أميال كاملة. وكالة ناسا وعلم الفلك الحديث يقولان بأن الأرض هي كرة عملاقة مائلة وتتذبذب وتدور بسرعة 1000 ميل في الساعة حول محورها، وتدور بسرعة 67,000 ميل في الساعة حول الشمس، وتتحرك بشكل لولبي حول مجرة درب التبانة بسرعة 500,000 ميل في الساعة، فيما تتحرك تلك الأخيرة بسرعة خيالية تبلغ 670 مليون ميل في الساعة في هذا الكون. وكل هذه الحركات سببها الانفجار العظيم الذي حدث أثناء نشأة الكون منذ 14 مليار سنة فاتت. إن مجموع هذه الحركات هو 670 مليون و 568 ألف ميل في الساعة، وفي اتجاهات مختلفة تتحرك خلالها في نفس الوقت، ولكن لم يرى أو يسمع أو يشعر أو يقيس أو يثبت أي أحد هذه الحركات إطلاقا. إن نجم الشمال على أرض كروية ومع كونه بمحاذاة القطب الشمالي يجب أن لا يمكن رؤيته إطلاقا في النصف الجنوبي. يجب على المراقب بطريقة ما النظر خلال الكرة، ويجب على أميال من الأرض والمياه أن تكون شفافة تماما، ولكن نجم الشمال يمكن رؤيته على خط عرض 20 درجة جنوبا. بعض المؤمنين بنظرية مركزية الشمس زعموا أن التغيير التدريجي للميل الزاوي لنجم القطب أثناء حركة المراقب جنوبا هو دليل على كروية الأرض. على النقيض تماما، فإن الميل الزاوي للنجم القطبي أو أي جسم هو بسبب قانون المنظور على الأسطح المستوية. قانون المنظور ينص على أن الزاوية والارتفاع لجسم ما ينقصان كلما اتجه الناظر بعيدا عن الجسم إلى أن يصل إلى نقطة يندمج فيها مدى النظر مع سطح الأرض في نقطة الاختفاء، ألا وهي خط الأفق، والتي وراءها لا يمكن رؤية الجسم في نموذج الكرة الأرضية، ويزعم بأن الأفق هو تقوس الأرض، بينما في الواقع فإن الأفق هو نقطة الاختفاء والتي تحددها قوة البصر والأدوات المستعملة وحالة الطقس والارتفاع. إلى هنا بوب كورن أعطيتكم أكثر من 50 دليل يعتقدون بها أصحاب نظرية الأرض المسطحة. وبالأخير دائما وأبدا يبقى الرأي إلك وإلك عزيزي وعزيزتي المشاهدة، ودمتم سالمين.